معنا على الهاتف الأستاذ طارق النوفل مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، مطالبا بحق الرد حول ما ذكر أمس في برنامج كورة من الزميل محمد الغامدي مدير التحرير بصحيفة عكاظ. مساء الخير طارق. مساء النور أخوي طارق، حياك الله وحب أمسي عليك وعلى السادة الضيوف أبو فارس والأخ نبيل العبودي والسادة المستمعين والمشاهدين. حقيقة ما ساني أنه الرأي اللي سأصدره الزميل محمد الغامدي مدير التحرير لصحيفة عكاظ يعني كان رأي بعيد كل البعد عن الرأي الفني القانوني، كان معتمد على العاطفة، وهذا الشيء يعني لا يصب في مصلحة الرأي العام. عموما اللاعب حسن معاذ نال كرت أصفر على سوء السلوك بحسب ما ذكره الحكم، وهذا الشيء خلاص يعني ينفي ممكن أنه تدخل اللجان القانونية لاتخاذ أي قرار آخر، ولا يمكن أن نقارن عملية أو الفعل اللي فعله حسن معاذ بما فعله الكابتن حسين. وأتمنى من الزميل محمد أنه يكون يعني أكثر واقعية، وأنه بإمكانه أنه بالاتصال إلى بأي شخص قانوني اللي أخباره بالرأي الفني الحقيقي. طيب هذا هو التعليق فيما ذكره محمد الغامدي. أنت ذكرت بأنه أن يبعد العاطفة، العاطفة تجاه من وضد من؟ مع من وضد من؟ لا، بإمكان يعني الأستاذ محمد الغامدي بإمكانه أن يعني يبتعد كثير عن العاطفة، محاولة إبعاد الخطأ أو تتويه الخطأ أو التشويش على الرأي العام أو المسؤول القانوني فيما يخص قضية حسين عبد الغني. حسين عبد الغني قضية نصروية خاصة لا علاقة نادي الشباب، ولا يحق لأي إعلامي خاصة وأن القانون في صف نادي الشباب. الموضوع انتهى ونال بطاقة صفراء، وكان يجب على الكابتن محمد أو الأستاذ محمد العودة إلى القوانين ومعرفة كيفية الإجراءات قبل الحديث عن هذا الموضوع، خاصة في برنامج معروف مثل برنامج كورة. الأستاذ طارق النوفل مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، شكرا جزيلا لك. راح نوضح اللقطة بالكامل إذا يسمحون الشباب، اللي فيها البطاقة الصفراء اللي أخذها الكابتن حسن معاذ. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا الأستاذ طارق بن طالب والأستاذ نبيل عبودي هما ضيف هذه الحلقة. الأستاذ طارق النوفل ذكر وطلب منا نحن نعرض اللقطة اللي فيها الكاملة، اللي فيها لقطة حسن معاذ حتى نهاية اللقطة اللي أخذ فيها بطاقة صفراء. نعرض اللقطة يا شباب لو سمحتونا، يعرضونا يا الشباب الآن. احنا طبعا تابعنا في اللقطة قبل شوية الشباب في الكنترول من الدقيقة 59، يعني وصلنا لين تقريبا دقيقة 62 أو يعني 61.5، وفي كذا هجمة لعبت وما شفنا البطاقة الصفراء، فما ندري عاد هل هي لم تصور، عشان نكون احنا دقيقين في الكلام، هل هي لم تصور أم أنه ما في بطاقة ولا في بطاقة وما ظهرت. ففي نهاية المطاف حديث محمد الغامدي بناء على الرد وحديث طارق بناء على اللقطة وحديث طارق النوفل بناء على بناء على اللقطة. هذه هي الإصابة اللي كان فيها الفاول الشبابي، وهذا هو اللاعب الشبابي القدساوي اللي ذكر بأنه في اعتداء. طبعا إلى الآن ما في أي شيء يتحدث عن أنه فيها ما في أي صورة تظهر أنه في بطاقة في المباراة. تقريبا هذه هجمة شبابية احنا واصلنا طبعا بعد كذا، فما ندري هل هو الحكم أعطاه بطاقة ولم تصور بسبب الإعادة يعني مثلا، أو أنه أصلا ما في بطاقة. بس حديث المركز الإعلامي بنادي الشباب لما يقول في بطاقة أكيد أنه يعني بناء على التقرير او ما اعرف ايش يتسمى في المباريات، الاحصائيه اللي تسجل فيها سكور شيت هذه تسجل فيها البطاقه. من حق اي ناقد رياضي انه يقول رايه، ومن حق اي نادي انه يعلق. يعني يجب ان لا نصادر اراء الاخرين فيما يتعلق في كل الانديه. الاخ محمد الغامدي مدير تحرير وصحفي متميز ومخضرم، اعتقد انه يجب ان لا نصادر عليه الحق في ابداء رايه. ما حد صادر عليه ابو فارس، الرجل نتكلم على الرد الانفعالي، لا وحق الشباب بعد ترى ابو فارس، يعني حقهم يعلقون. يعني لما يذكر اي موضوع صحفي او اي حد ضيف البرنامج يذكر موضوع ويذكره بمنتهى الادب، يعني ما اسال احد ولا شيء، ولما يتدخل معنا مدير المركز الاعلامي بنادي الشباب وايضا يعلق بمنتهى الادب ومنتهى الهدوء،
أعتقد هذا أمر مكفول للجميع. اللقطة اللي طلب منا عرضها هذه اللقطة والحكم للمشاهد وما فيها صورة الكرت. هل الحكم وقت الإعادة، وهنا نبغى نأكد، وقت إعادة اللقطة حقت الفاول أعطى البطاقة وما ظهرت في الصورة؟ هذا موضوع آخر، لكن أكيد الشبابيين ما يتكلمون أنه في بطاقة اللي إذا كان مسجل عندهم. هذا هو هذه اللقطة التي لا هنا في الآن اللقطة موجودة، شوف الآن بحسب الناقل قناة الرياضية وضحت أنه فعلا حسم وعاد. إذن أخذ البطاقة الصفراء، أخذ البطاقة الصفراء في وقت الإعادة اللي يعيد فيها الخطأ، وقت الإعادة حصل فيها على بطاقة صفراء. إذن هذه اللقطة كاملة. بس طلب مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أضيف حاجة، إحنا الآن في كرة القدم أصبح التصوير التلفزيوني جزء لا يتجزأ من المباراة والقرارات المتعاقبة لها، لذلك أنا يعني أنصح بالتركيز في الحالات اللي يكون فيها احتكاك. أحيانا كثير نشوف هجمة هنا وبعدين تفاجأ أن هدف سجل وأنت بعيد عن لذلك أنا أعتقد أنه الآن المخرجين التلفزيون هم أعضاء غير رسميين في لجنة الانضباط، لأنه من مهمتهم نقل جميع ما يحدث في الملعب، خصوصا أن نقول أن أي مباراة تنقلب 16 كاميرا لها. فأعتقد أنه أي شاردة واردة يجب أن تظهر في التلفزيون. طيب هذا حق الرد نأكد عليه مكفول للجميع لأي أحد لكل من أراد يعني حق الرد في البرنامج. فضل أنا والله يشف أنا أعتقد أنه برضو إذا مقارنات أنه هذه في مباراة الفلانية على المباراة الفلانية، أنا أعتقد أنه شيء أنا ما أدري، لكن أنا ما أعتقد أنه شيء مقبول بصراحة. أنه هذا مثلا يقارن مثلا المباراة هذه وش حصل فيها مع المقارنة. هذه هي مشكلة التحكيم، يعني في مشكلتنا عندنا في التحكيم المحلي يمكن تكون هذه مشكلة بشكل كبير، نظرتهم لبعض الأخطاء أنه بعض الحكام يرى أنها مثلا شيء ما يستحق بطاقة، الحكم الآخر يرى أنه تستحق بطاقة، وهذه ترى نقطة خلاف كبيرة، وهذا يمكن اللي جعل فيه خلاف يعني جدل حتى يعني إعلامي بين الأستاذ محمد والأخ طارق. طيب احنا أخذنا كل الآراء، خلينا